بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يكافئ نعمه ويوافي مزيده، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مسرورا مستبشرا منصورا وعلى آله. أحبابنا أحباب كتاب الله، أهلا بكم ولقاء متجدد في رحاب برنامجكم مع التلاوة. خضنا لجج صفة التكرير، وقلنا إن صفة التكرير يتنازعها القراء والمجودون والنحاة كذلك، إما بالعمل أو بترك العمل، وبينا ذلك في حلقتين من جهة ترك العمل. واليوم بإذن الله نتحدث عن التكرير من حيث لزومها، يعني وجوب العمل بها. قلنا إن صفة التكرير أو كلمة التكرير بمعنى الإعادة، كررت الشيء يعني أعدته. طيب، إحنا هنبني الآن فهمنا على أن التكرير لازم واجب. طيب، طالما التكرير واجب أو لازم، إذن ما هو تصور المجيزين أو الملزمين لهذه الصفة؟ أولا، لو تذكرتم معي لما كنا بنشرح المخارج، قلنا إن المخارج، أي مخرج من المخارج المحققة، لابد أن يحصل أمر من ثلاثة. عندنا طرفين نطق، الطرفين نطق دول يا بيتصادموا يا بيتباعدوا يا يتقاربوا. وكنا مرة بنقول أقصى اللسان مع سقف الحلق، وسط اللسان مع قبة الحنك، طرف اللسان مع فويق الثنايا أو من الضاحك إلى الضاحك أو كذا أو كذا. كنا بنعين دائما طرفي نطق، الطرفين دول لازم يحصل منهم شيء من ثلاثة، إما تصادم أو تباعد أو تقارب، يعني تضييق للمخرج. هذا في كل المخارج المحققة سوى الراء. طيب، ما الذي خصت به الراء دونا عن غيرها؟ الراء بالذات لابد أن يحصل فيها اثنين من ثلاثة، لابد أن يحصل فيها اصطدام أو تصادم وتباعد، الاثنين مع بعض، مش تصادم فقط ولا تباعد فقط. يعني طرف اللسان أهو وسقف الحلق أهو، لابد أهو، أدي واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين، هاتان الحركتان لابد أن تعملا عند الراء. لو حصلت الأولى دون الثانية تبقى حصرمة، يبقى صوت شبيه للطاء. لو حصلت الثانية دون الأولى فهذا صوت ليس بشيء، يعني لا راء ولا أي حرف غيرها، لابد الاثنين. ها، لما تقول قول معايا كده را را را، إيه اللي حصل؟ حصل إن طرف اللسان التصق بفويق الثنيتين ثم رجع مرة أخرى. لاحظ في حركتين، في تصادم وتباعد، هذا هو التكرير عند من ألزمه. يعني التكرير هو إعمال اللسان حركتين عند مخرج الراء بأن يربو اللسان لمخرج الراء، يعني يصعد ثم يرجع مرة أخرى. هاتان الحركتان لا بد منهما في الراء. والشيخ ابن الجزري رحمه الله من الذين يعتقدون بلزوم التكرير ووجوبه، لذلك لما تكلم عن الحرف المشدد، طيب تعالوا نشوف إيه هو الحرف المشدد. الحرف المشدد هو عبارة عن دخول حرف في حرف، يعني هو في الأصل حرفين، فصار كالحرف الواحد، كالحركة الواحدة، لكن حركة مركبة من جزئين، الجزء الأول ساكن والجزء الثاني متحرك. هنا لأجل أن كل راء يلزمها حركتان تصادم وتباعد، لذلك قد يلتبس عند المؤدي فيؤدي الراء المشددة كراءين، فيعمل إيه؟ يعمل الحركتين دول عند الراء الساكنة أو الجزء الساكن من الحرف المشدد ثم الجزء المتحرك من الحرف المشدد، فيقولها كده مثلا من الرزق. لاحظتم الحركة دي حصلت أكثر من مرة. لذلك الشيخ ابن الجزري يؤكد
على أن هذا الأداء خطأ، يعني عند التشديد فقط. ولذلك يقول وأخفي تكريرا إذا تشدد، لكن التكرير في غير المشدد لازم على هذا المعنى. إذن ملخص الكلام، الذين قالوا إن التكرير ممنوع قالوا إن التكرير راء واحدة، ووصفوا هاتين الحركتين بأنها فعل واحد. والذين قالوا إن التكرير صفة لازمة قالوا إن هاتين الحركتين هي عبارة عن حركتين أو فعلين لا فعل واحد. طيب الناتج من جمع هذين المذهبين أنه لن يحصل خلاف عملي. فالناتج من المذهب الأول أو من المذهب الثاني، أو إن شئت فقل من التصور الأول والتصور الثاني لمعنى التكرير، أنه لا يسمع للحرف المتحرك وهو الراء ولا المشدد وهو الراء أيضا أكثر من صوت واحد، فإن حصل أكثر من صوت فهذا خطأ. الذين يقولون إن الراء الذهاب والإياب حركة واحدة يقولون لا تزد عن الحركة الواحدة، والذين يقولون إن الراء الذهاب حركة والإياب حركة يعني التصادم فعل والتباعد فعل يقولون لا تزد عن ذلك، منتهى أنه لا تسمع الراء في المتحركة إلا راء واحدة وفي المشددة إلا راء واحدة، وما سوى ذلك فهو لحن جلي وليس لحنا خفيا. بدأ إشكاله من جهة اللحن الخفي ثم تصعد معنا حتى صار خطأ في الهجاء، في هجاء اللفظ الذي جاءت فيه الراء راء واحدة سواء كانت متحركة أو مثقل. هذا نهاية مبلغنا من العلم في صفة التكرير. أسأل الله أن يكون فيما قلنا فائدة، وأن يعصمنا وإياكم من الزلل والخطأ، وأن يجنبنا اللحن خفيا وجليا في كتابه إنه على كل شيء قدير. لنعود إلى الصفات التي لها ضد لكن في اللقاءات القادمات إن شاء الله، لأنه حان وقت وردنا القرآني. وقد توقف وردنا في الآية 43 من سورة الطور لنقرأ ثم نثني بالإقراء إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. إلى فاصل، ثم بعد الفاصل نستفتح القراءة فتابعونا. بسم الله، نستفتح القراءة والإقراء بمنة من الجيزة. تفضلي يا منة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرسوم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. أحسنت يا منى، ما شاء الله، تلاوة مستقيمة، بارك الله فيك. من الغربية نجلاء، تفضلي يا أستاذة نجلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم إله غير الله سبحانه؟ غير الله. أم لهم إله غير الله سبحان سبحان الله عما يشركون. أيوة كده. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم. قول الآية دي تاني. وإن يروا نعم. كسفا. لا سكين السين. كسفا من السماء. كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم. يقول سحاب مرقوم. نعم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. حتى يلاقوا. أيوة. يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. نعم أحسنتي، الله يفتح عليك ما شاء الله، تجتهدي غاية الاجتهاد في تصحيح قراءتك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك من الأجر أجرين. من القاهرة هدى. أستاذة هدى تفضلي. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم إله غير الله سبحانه؟ غير الله، وقفي عليه. غير الله سبحان الله عما يشركون. عما، الغنة في الميم المشددة. حاضر. عما يشركون. تمام. وإن يروا كسفا من السماء. لا كسفا صح، كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم. ايوه كده. ذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني. لا قوليها تاني. حتى يلاقوا يومهم. حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. نعم. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. ولا هم ينصرون. بارك الله فيك يا سيدة هدى. معنا صوفي كذلك تقرأ. تبارك الرحمن. يا صوفي. أيوة أقرأ تاني. لا في معنا صوفي هتقرأ كمان ولا حضرتك بس؟ لا أنا بس. بارك الله فيك يا سيدة هدى. طيب أمل من القاهرة تفضلي يا سيدة. نعمة عفوا تفضلي يا نعمة. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أستاذة نعمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم إله غير الله؟ لا إله إلا الله. سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. بارك الله فيك يا أستاذة نعمة، بوركتي. بارك الله فيك. من الشرقية سمية تفضلي يا أستاذة سمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
أم لهم إله غير الله؟ قولي بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. ما شاء الله عليك، بارك الله فيك يا أستاذة سمية، تلاوة جيدة ما شاء الله. من البحيرة الأستاذة بثينة، تفضلي يا بثينة. يا أستاذة بثينة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اقفلي التلفزيون خالص عشان اسمع صوتك كويس، اسمعيني من التلفزيون بس. ايوه تفضلي. ام لهم اله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم. ساقطا يقولوا، الادغام ساقطي يقولوا سحاب مرقوم. نعم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم يوم لا يغني عنهم يوم لا يغني عنهم لا لا في في يا بثين يغني عنهم يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. شيئا ولا، الإدغام بغنة، بارك الله فيك يا بثينة. من الجيزة الحاجة صباح، تفضلي يا حاجة صباح. يا أستاذة صباح تفضلي. أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. جزاك الله خير والخير يا دكتور أحمد، ربنا يبارك في عمرك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. بوركت يا أستاذ صباح، ما شاء الله تلاوة جيدة كالعادة، ما شاء الله عليك، بارك الله في عمرك. أميرة تفضلي يا أستاذة أميرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم له إله غير الله؟ أم لهم إله غير؟ أم لهم إله غير الله؟ إله غير. أم لهم إله غير الله؟ لا إله إلا الله. سبحان الله عما يشركون. وأن يروا كسفا من السماء. لا لا مش وإن، وإن يروا كده. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم. برضو ساقطا يقولوا. ساقطا يقولوا سحاب مرقوم. فذرهم حتى يلاقوا. حتى يلاقوا. فذرهم نعم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. الذي فيه يصعقون. يومهم الذي فيه يصعقون. 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 نعم. يوم لا يغني عنهم كيدهم
بودكتي يا أستاذة أميرة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. أسأل الله أن يكون ممن شملك هذا الحديث. من الشرقية محمد، تفضل يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم إله غير الله سبحان غير الله عما يا محمد يشركون. يا محمد بص، عايزك تتعود دائما أي علامة وقف في المصحف صلة قلة جيم ميم أقف عليها. ماشي، قول تاني. أم لهم إله غير الله، أم لهم إله غير الله سبحان الله. لا، هي علامة الوقف عند غير الله هنا كده. أم لهم إله غير الله، تمام، سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء السين هنا ساكنة يا محمد، يقولوا سحاب يا محمد ومحمداه. كسفا السين ساكنة. وإن يروا كسفا من السماء يقولوا سحاب مرقوم ساقطا. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم أزغهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. شيئا ولا ينصرون. ولا هم ينصرون. بارك الله فيك يا محمد، أنت ممتاز لكن عايز تنتبه شوية. بارك الله فيك. من الجيزة هدير، تفضل يا أستاذة هدير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. سبحان الله، قلقل الباء. سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم. قولي تاني. ساقطا يقول، ساقطا يقول، ساقطا يقول سحاب مرقوم. نعم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. حتى يلاقوا، حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. نعم. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا لا هم أصليها. يوم لا يغني، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وليها تاني بس زودي الياء في يغني. يوم، ها، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا ينصرون. ولا هم ينصرون، ولا هم ينصرون. بودكت يا أستاذة هدير، بارك الله فيك. من بني سويف الأستاذ أبو الخير، تفضل يا أبا الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. أحسنت يا أبا الخير، ما شاء الله عليك، يظهر أن لك من اسمك نصيبا. من مكمن الخير نخرج لفاصل ثم نعود فنواصل، فتابعونا. عدنا والعود أحمد لبسملة من الشرقية، تفضلي يا بسملة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. ما شاء الله عليك يا بسملة، ممتازة ممتازة ممتازة، أكثر الله في بنات المسلمين كأمثالك يا بسملة، ما شاء الله عليك، حفظك الله وبارك في من علمك قراءة القرآن. من الإسكندرية عزة، تفضل يا أستاذ عزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. عما يشركون. عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. وترهم حتى يلاقوا تمام. يومهم الذي فيه يصعقون. ضم الياء. الذي فيه يصعقون. نعم. يوم لا يغني عنهم كيدهم. نعم. لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. أحسنت حق عزة، ما شاء الله عليك، كتب الله لك الأجر كاملا، بارك الله فيك. من الجيزة بسمة، تفضلي يا بسمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. أحسنت، تلاوة مضبوطة ما شاء الله عليك، بارك الله فيك. من مرسى مطروح سمية، تفضل يا سمية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. تظرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وردكت يا سمية، فتح الله لك. حق ليلى من دمياط، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله. غير الله، قفي عليها. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله. يعني شوفي، في على اسم الله في علامة وقف، قف على علامة الوقف. أم لهم إله غير الله؟ حاضر. تفضل. أم لهم إله غير الله؟ تمام. سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. سحاب مركوم، زودي الغنى شوي. مركوم. نعم.
فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. حتى يلاقوا، رقق اللام شوية. حتى يلاقوا. يلا لا. يلاقوا. تمام. حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. نعم. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. ولا هم ينصرون. ولا هم ينصرون. بارك الله فيك يا حاجة ليلى. قراءة القرآن هي أعلى مراتب الذكر. قال سيدنا معاذ بن جبل رضوان الله عليه: ما عمل أنجى من عذاب الله يوم القيامة من الذكر. فالذكر هو أرقى أعمال الإنسان في الدنيا. أعلى مراتب الذكر هي قراءة القرآن. لذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يخبر به عن ربه سبحانه وتعالى: من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله في هذا السياق: ومن شغل القرآن عنه لسانه ينال خير أجر الذاكرين مكملا، كتب الله لنا ولكم الأجر كاملا. تفضلي يا أستاذ صفاء من المنوفية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. سبحان الله. سبحان الله عما لا سبحان الله هي. الله عما يشركون. قوليها تاني بس اكسري الهاء. سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. نعم. وإن يروا، أيوة تمام، تفضل كمل. وأن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سبحان مركوم. يقول سحاب مركوم. نعم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. فيه يصعقون. نعم. تمام. تمام. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. بارك الله فيك حق صفاء. نخرج لفاصل ثم نعود لنواصل، فتابعونا. والعود أحمد، وأحمد من القاهرة، تفضل يا أحمد. يا أحمد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم إله غير الله سبحانه. غير الله سبحانه. لا قف عليها، مش في علامة وقف؟ في علامة وقف، قف عليها. أم لهم إله غير الله سبحانه. يا ولدي قف عليها. أم لهم إله غير الله. أم لهم إله غير الله. نعم. أم لهم سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. سحاب مرقوم. نعم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يومهم الذي
يومهم الذي فيه يصعقون فيه يصعقون فيه يصعقون نعم. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا كيدهم ولا هم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون شيئا ولا هم ينصرون شيئا ولا هم ينصرون ينصرون ينص ينصرون نعم بوركت يا أحمد بارك الله فيك وفتح الله على لسانك صيحة التلاوة من سهاج إناس تفضلي يا إناس بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم إله غير الله إله غير إله غير لا ما فيش غنة هنا ما فيش غنة إله غير أم لهم إله غير الله تمام سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا لا السين ساكنة يا إيناس اسمعيني كسفا السين ساكنة مش متحركة كسفا من السماء ساقطا يقولون سحاب لا مفيش نون مركوم يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون نعم. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون بوركت يا إناس بارك الله فيك نرجع للقاهرة ووفاء تفضلي يا أستاذة وفاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم إله غير الله سبحان الله سبحان القلقلة سبحان الله عما يشركون وإن يروا يروا من لا قوليها تاني وإن يروا كسفا نعم من السماء سقطا يكون ساقطا شوفي خليها سين ساقطا يقول سبحان فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم ضم الدال كيدهم شيئا ولا هم ينصرون بارك الله فيك يا حجة وفاء تفضل يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون نعم وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون
يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. بوركت يا أستاذ محمد، بارك الله فيك. لي عتاب على مشايخ الإقراء. هذا العتاب هو أنهم لا يلزمون الطلبة بوقوف المصحف، لا بد من الوقف على وقوف المصحف، لأن وقوف المصحف إنما وضعتها لجنة مراجعة المصحف لأجل ضبط المقاطع حتى لا يتعرض الطالب المبتدئ الذي لا يميز العلاقات والتجمعات الكلامية والدلالات اللفظية النحوية والبلاغية حتى لا يقع فيما يلبس في المعنى. أولاً لابد العلامات الوقف كلها أقف عليها لأنها مثل الاستراحات، يعني أنا ماشي في طريق طوله 50 كيلو، أنا لو ما توقفتش في الاستراحة قد لا تكمل بي السيارة هذه المسافة، فإيه اللي يحصل؟ هتقطع بنزين في حتة ما فيهاش لا بنزين ولا مكان ينفع نقف فيه، يبقى أنا عرضت نفسي لإيه؟ عرضت نفسي لما لا يجوز. هذا أولا. ثانيا علامة الوقف التي هي صلة. صلة هو اسم أو لفظ منحوت من صل أولى، وقلة لفظ منحوت من قف أولى. صلة وقلة هاتان العلامتان هما للوقف الكافي. الوقف الكافي يجوز القطع عنده، تخيل، فما بالك بجواز الوقف. ثم إن بعض المشايخ يقول إيه؟ يقول صلة الوصل أولى. الوصل أولى هذا للمعرفة حتى تعرف التعلقات النحوية إن تصعد بك المستوى في النحو فصرت في درجة الكمال. أما وأنت تقرأ لابد أن تقف على صلة وقلة والجيم والميم. هكذا كانت قراءتنا على شيخنا الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف رحمه الله، كان يلزمني وأنا أجمع عليه العشر الكبرى بكل علامات الوقف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا ولكم وأن يفسح لنا ولكم المدة فنتعلم ونستزيد من مجالس الذكر قراءة القرآن. نلتقي على خير ودمتم في رعاية الله.